وأيضا إلى أخبار الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط ترقب الأسواق البيانات الجديدة لمخزونات الخام الأمريكية. صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% إلى 83 دولارا و56 سنتا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنفس النسبة تقريبا إلى 78 دولارا و70 سنتا للبرميل. ويتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز أن تكون مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، وقد تهبط مخزونات الخام بنحو 1,200,000 برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 3 مايو.